Morning, and a big CVA war trading النهارده December 16, 2021. النهارده زي ما قلنا هنبتدي تريد اول خمس دقايق من الماركت هنتريد ار تي واي زي ما شرحت في لسه قبل كده. فهنتريد ار تي واي اول خمس دقايق من الماركت فيري فاست تو اكتف تريدز. وممكن جدا نعمل ريفرس، يعني ممكن اقول يا جماعه هنجو لونج ناو وانا لونج، اقول لكم يا جماعه في اللونج جو شورت. فيري فيري يعني ممكن تحصل وممكن لا. بالنسبة لي هنتريد الـ ES أو الـ Strategy سواء كانت V1, V2, V3 سواء كانت Price Action Strategy زي Test, Retest أو FOBO أو Breakout. و most likely هنتريد الـ ES بعد 15 minutes في الماركت ما يفتح، لأن محتاج ندي الماركت الرينج بتاعه عشان نشوف الماركت رايح فين. فأول 15 minutes هنركز على الـ RTY هيبقى Very Fast 2 Trades، وبعد 15 minutes هنتريد الـ ES. تاني أنا بقول إحنا هنتريد من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 11:30، فما انتش محتاج تاخد كل التريدز. انا هاخد كل التريدز اللي موجوده possible ده for learning purposes special for ES، لكن ما انتش محتاج تاخد كل التريدز. انت حط لنفسك جول، انا هعمل مثلا النهارده 10 بوينتس، هعمل 1000 دولار، هعمل 100 دولار، whatever التريدنج بلان بتاعتك. once you hit your trading plan خلاص don't trade. خلي عندك حاجه اسمها power of quitting. power of quitting ان انا مثلا if I win 1-2 trades I'm done. فليتس مثلا في RTY احنا قلنا اول 2 trades you win it make good money خلاص you don't need to trade ES. okay. او لو مثلا في الRTY مثلا احنا هيت الماكس ستوب لوز بتاع اليوم خلاص don't trade ES. فاهم حاجه ان تبقى ايه بقى التريدنج بتاعنا ماشي مع your trading plan. اوكي قدامنا تقريبا حوالي 9 minutes على الماركت ما يفتح. ممكن نعمل شويه تحليلات للبري ماركت. طبعا البري ماركت امبارح الماركت تقريبا كان بس جو اب، يعني كان ترند قوي جدا في الاوبسايد. دلوقتي حالا ممكن تقريبا من الساعه بس تقريبا 7 الصبح ابتدى جو داون، فعندنا هنا فيري سترونج اريا، فيري سترونج اريا لانها برفورمانس الساعه 7 الصبح تقريبا او الساعه 5 الا ربع تقريبا، مش فدي اريا اهي هشتغل عليها. وفي تاني ممكن تكبر السكرين شويه، وفي عندنا هنا I think this is the yeah ممكن اقول برضو هنا في هنا ادي بيفت هو غالبا شكل الماركت. طبعا يعني انت ممكن تكون شايف اوكي دلوقتي الماركت اب سايد فيري سترونج اوفر مومنتم اب سايد فيري بيوتيفول ادي اريا وادي البيفت. دلوقتي الماركت ممكن يجو اب سايد هير ويديني بابل سبيس وبعد كده يعمل تيست الاريا، بس ما تاخدش تريد ات ذا اوبن، ما تعرفش اللي ممكن يحصل. عشان كده تريدنج ات ذا اوبن فيري ريسكي، لان ممكن الماركت يكون موست لايكلي الماركت ميكرز بيبقوا عارفين اللي هيحصل النهارده ان ادفانس. فانت ممكن شايف الماركت هيجو تيست اريا وتيست ريتيست وات ايفر ماركت فلاش داون. فدايما يعني دونت تريد ذا فيرست 15 مينتس، اول ربع ساعه دونت تريد، حتى لو جود تشانس دونت جاست ويت لحد ما تشوف الماركت هيعمل ايه. دمنا تقريبا بالظبط 7 دقايق، ممكن نسمع شويه ميوزك لحد ما ال 7 دقايق يخلصوا. One second. Just relax 7 minutes and we go. Thank you.
فاضل 4 minutes نقفل بقى المزيكا دي خالص ونركز. فاضل 4 minutes خلاص. جيت تريد يا جماعه ده الاول تاني. فاول ماركت ما يفتح 9:30 بالدقيقه هبتدي كول تريدز على ار تي واي. فالمفروض ان احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا في الار تي واي هنتريد 2 كونتراكتس او 4 كونتراكتس او 8 كونتراكتس وات ايفر اللي انت عايزه. لكن هناخد نص الكميه على بروفيت تارجت 2.4 والباقي هن ليف ات نسكالب لحد ما ناخد البيج موف. لان هدف من رايت واي تريد ان احنا بنحاول نكاتش بيجر موف. اوكي فانا بحاول اخد تو بوزيشنز، واحد ستاتيك بوزيشن 2.4 بوينتس والباقي والثاني بسيبه انليميتد. بحط طبعا 100 تكس بعيد شويه او ممكن 200 تكس كمان بعيد، وببتدي احرك الستوب لوز على حسب ما اشوف الماركت رايح فين عشان احاول نكاتش بيجر موف. ذاتس ا بوينت. موست لايكلي تريد بتخلص على 915. ساعات بتطول 10 ممكن لو جود تريد. طبعا في بعض الاحيان بتبقى فيري جود تريد بناخد منها 30 بوينت 40 بوينت، ساعات بيبقى فيها فيري بروفيتبل. فلا في ذيس كيس لو خدنا فيري جود تريد من ار تي واي فاحنا يو دونت نيد تو تريد اي اس لان خلاص يبقى ميد اور بروفيت فور ذا داي. بس ليتس سي. بالنسبه لي انا باخد اول تريد فيرست اكتف تريد لو جت فول ستوب لوز، لو تو كونتراكت فول ستوب لوز ما باخدش تريد تاني في الار تي واي بموف على اي اس. This is my goal. بس ممكن اكون اندر تريد لو everyone wants it's okay. بس تبقى most likely بتحصلش كتير ان يبقى في فول ستوب لوز تو كونتراكت. بس انا بفهمكم باي استراتيجي يعني. فاضل almost 2 minutes على الماركت يفتح. يتري بقى بتشرب كافي او تي او حاجه ركز، حاول متبقاش distracted as much as you can. هذا تقريبا دقيقة. ريكورد هنا تايمر او الساعة عشان نشوف الوقت بالظبط. فورتي سكندز. I love my morning coffee. Fifteen seconds. Let's get ready to trade. And here we go. You trade, you come out. Nothing far so much. مش حاجة لسه. خلي جاهز لونج أو شورت. ممكن في احتمال شورت دلوقتي. في احتمال شورت. لا كنسل الشورت دلوقتي. طيب يا جماعة أنا هعمل سيل ليميت، هعمل سيل ستوب ليميت actually cancel just wait. الماركت لسه very choppy. طبعا ده متوقع في الوقت ده، احنا فاضل خلاص اسبوع الكريسماس، فالوقت ده بيبقى الماركت فيه very volatile ملوش direction. فعشان كده be careful very careful يعني.
بس هي المفروض ان احنا انا هعمل ستيل ستوب ليميت عند 2208 او عند 2207.9. دلوقتي في سيل ستوب ليميت عند 2207.9. هتعمل سيل ستوب ليميت عند هنا, سيل ستوب ليميت كده بالظبط, سيل ستوب ليميت هتحطه عند 2207.9 عند تقريبا بعد هنا تقريبا يعني بعد دي تقريبا كده هنا تقريبا بعدين بشويه عند 2207. I almost hit that, almost hit it. Let's see. Order filled. We are filled now. Let's move. احنا الاستراتيجيه بتاعتنا ما بنحركش اي حاجه, بنفضل زي ما احنا لحد ما هيت الفيرست تارجت. If it hit the first target, وباي ذا واي احنا ممكن نجو لونج لو جت لونج سيجنال, ممكن اكلوز اند جو لونج ايزي. Keep waiting. We don't know yet. الماركت هيزيتيتنج عند الاريا دي طبعا. Going direction now. Let's see. Market going in our favor. Hesitation جامد جدا. Target filled. Finish target hit. Beautiful. دلوقتي هنحسب دلوقتي هنموف. Beautiful. Finish target hit. هنموف دلوقتي الستوب لوز بتاعنا الاولاني عن تقريبا 226 2208.5. هنموف السكند كونتراكت او الجزء الثاني هنموف ات عند 2208.5. go beautiful downside. Beautiful. And move now to stop loss and in almost 10 ticks. فهنعمل كده ثواني, فهنعمل تقريبا حوالي الستوب لوز بتاعنا هيبقى بالظبط عند 2205.5. Second contract stop loss هيبقى عند 2205.5. 2205.5. That's second contract stop loss. تقريبا. أو مش تقريبا بالظبط. Market go in favor beautifully. حتى الـ ES ابتدى يتحرك أهو. Go down. الستوب لوز بتاعنا هيبقى دلوقتي عند 2250.8. stop filled and we stopped out التريد دي عملنا فيها تقريبا حوالي 3 points which is very good. اوكي فاحنا ممكن ناخد second trade, why not. بص الماركت عامل ازاي. الماركت مالوش دايركشن, ستيل ويتنج. ممكن ناخد لونج على فكره, جست ويت.
طبعا بالنسبه لي يس دلوقتي لو انتوا خدتوا بالكم كان في هنا في 1 شورت، بس قلت انا ما بحبش اخد تريدز في اول 15 مينتس خالص، بس ستيل كان في ادي في 1 شورت فيري اوبفيوس، ادي اذر في 1 فيري اوبفيوس شورت، بس تاني انا ما بحبش اخد تريدز اندر اوبن خالص. فاحنا تقريبا هنستنى الاول 15 مينتس على الار تي واي ونشوف بعد كده ايه اللي هيحصل مع الاي اس. في انذر لا اكشلي لا محتاجين نعم اكيد فيري تشوبي زي ما انتم شايفين في ار تي واي وحتى في اس فيري تشوبي. No signal so far. احنا حتى الان اول فيرست تريد كانت جود تريد، انا حوالي 6 بوينتس على فكره من ار تي واي، خدنا 2.4 من الفيرست كونتراكت وخدنا تقريبا حوالي 4 بوينتس من السكند كونتراكت، ف فيري جود تريد 6 بوينتس. انا بتريد 5 كونتراكتس فانا اولموست اب 800 دولار ناو. ف هتبقى ماركت عامل ازاي؟ ماركت عمال يبوش اب داون، ملوش دايركشن كده، بقول لك دايما التريد في الايام دي فيري فولاتيل، ما تعرفش ماركت راح فين. شايفين المنظر؟ اب داون اب داون اب داون. يو دونت نو دايركشن، يو دونت نو جاك. في احتمال اخد انذر شورت تريد على ار تي واي. ليتس سي. Still waiting for a signal. No signals yet. Market عمال يموف زي ما انتم شايفين كده، up down up down up down. Very very risky market now. في احتمال ناخد شورت يا شباب كام؟ على الار تي واي. شايفين طبعا الاي اس فلاشنج داون اجين. لسه هي الماركت ملوش فعلا دايركشن حقيقي يعني. طبعا كنسل شورت خالص في الار تي واي، كنسله خالص. انا غالبا هكتفي بالار تي واي النهارده كده لان الار تي واي فيري تشوبي، فاحنا كويس احنا خدنا منه ويننج تريدز. اتس فاين.
ماركت بس ما شايفين اب داون اب داون اب داون اب داون مفيش اي اتجاه خالص فورت واي يس بعد الاوبن عمل فلاش للداون سايد اولموست هاي جيف اب قول لو عمله هنا في البري ماركت حتى لو احنا ما فيش اي تريد في الاي اس دلوقتي لحد دلوقتي احنا لسه اولموست 15 مينتس اهو لسه ما فيش اي تريدز دلوقتي خالص نهائي خالص ممكن نبتدي نفكر في في 2 شورت لو الفاني يلو لاين ابتدى يبعد شويه اداني سبيس لان انا ما بحبش حقيقه اخد تريدز والفاني يلو لاين على فكره يا جماعه احنا ممكن ناخد في احتمال ممكن ناخد شورت على الار تي واي بس خلينا نشوف في احتمال ناخد شورت على الار تي واي فممكن ناخد شورت حالا جيت شورت ار تي واي واي نوت يا جيت شورت ار تي واي ليتس سي احنا خدنا شورت دلوقتي حالا زي ما قلنا اول 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 كونتراكت 2.4 والسكند كونتراكت هيبقى بعيد شويه حوالي 100 تكس Beautiful. هنموف السكند طبعا الفيرست كونتراكت فوق ده هيبقى حاليا بريك ايفن الفيرست كونتراكت بريك ايفن السكند كونتراكت هنموف عنده 2199.6 219 هو خلاص الماركت رايح على الفيرست كونتراكت ان شاء الله هيبقى هيتت يعني تارجت فيل التارجت هيت فيل بيوتيفول السكند كونتراكت ستوب لوز هيبقى عند بالظبط 2199.1 وان سكند So market hesitating. غالبا هنحط ستوب لوز ستوب لوز في السكند كونتراكت فالك 3 دي احنا عملنا فيها 2.4 على الفيرست كونتراكت ولوست حوالي 1 بوينت على السكند كونتراكت فعملنا حوالي 1.4 بروفيت which is good ف no big profit لو انت بتريد 2 كونتراكتس لكن في النهايه still profitable trade فاحنا كده خلاص دان وانا بالنسبه لي ار تي واي انا باخد 2 تريدز ذاتس ات احنا كده دان مع الار تي واي شكرا جزيلا عملت 800 دولار منك في 5 دقائق ولا ربع ساعه ذاتس بيوتيفول الموف بقى على ايه على حبيبنا الايه يس طبعا دلوقتي يا جماعه انتوا شايفين في احتمال ليه one second في 2 شورت لكن انا ليه مش هاخد الفيتو شورت دي لو انتوا شايفين الفيتو شورت لو انا خدتها دلوقتي حالا هتبقى رايت عند البيفت فالبيفت ده اللي هو بقى سبورت او بقى ريزيستنس من هنا هيبقى سبورت هنا فانا لو خدت التريد دلوقتي حالا انا عايزين تريد 2 تو 1 اتليست فبالتالي انا لو خدت تريد هنا هيبقى في 16 تكس هيلمسه وما يكملش ممكن يباونس اب باك فشورت هنا تبقى فيري ريسكي فيري ريسكي زي ما انتوا شايفين الماركت عدى السبورت ريتستد وممكن يكمل تاني لو الميدل باند عدى الاريا او عدى البيفت ده تبقى بريك اوت تريد ممكن ناخدها تبقى فيري بيوتيفول تريد اذروايز دونت تيك تريدز ناو دونت ثينك اباوت في تو شورت ناو فيري ريسك لان عندك اريا هنا
After earning nothing much in years. Don't you feel the price? عد البيفت ريتستد فهنشوف دلوقتي هيحصل ايه. واحد يقول لي كده الماركت دلوقتي هنا اداني في 1 شورت اهو ليه ما خدتهاش؟ تاني انا بقول انا ما باخدش تريد قبل 15 مينت الماركت ما يفتح لان انا ما اعرفش الماركت يحصل ايه. فايتس فير ريسكي اتس اب تو يو ازاي اخد تريد في الاوبن، بس انا ما باخدش تريد يس ات ذا اوبن خالص في الاستراتيجي دي. ما فيش اي تريدز دلوقتي حالا يس خالص. في هنا 1 سكند برضه هنا البيفت ده ريسبكتد مهم جدا. عن انذر بيفت هنا ناخد بالنا منه برضه ونشوف ايه اللي هيحصل. دلوقتي ماركت رايح على الميدل باند، لو خدت بالكم دلوقتي ده ممكن اي حد ياخد شورت، ما في 2 شورت اهي، بس خدوا بالكم في سبورت هنا، في سبورت خد بالك. فالمسافه انك تاخد من تاخد تريد هنا على السبورت 13 تكس ممكن يجي عنده ويباونس باك او يرقص على على السبورت ويباونس باك اب. فيري ريسكي دونت دو ات. مش معنى كده ان الماركت ممكن يجو داون يديك البروفيت، ممكن، بس ليه تاخد تريدز في احتمال انها تفشل؟ يعني ليه تعمل كده؟ يعني يو دونت نيد تو. ما تاخدش تريد الا وانت عارف انها احتمال كبير تكسب، يعني في هاي بروبابيلتي تريد مش اي حاجه وخلاص. اوكي؟ ليتس سي يحصل ايه دلوقتي؟ ليتس سي. واللي توقعه تقريبا هيحصل. يعني اللي توقعته غالبا هيحصل. اه زي ما انتم شايفين الماركت باونس اب او باونس اب. ممكن جدا يكمل باك داون ويديك البروفيت بتاعك، لان خد بالك احنا هنا بناخد تريد هنا ممكن ناخد على الميدل على الديستانس بتاعت، احنا باصين الديستانس هنا قد ايه؟ هنلاقي هنا حوالي 100 تكس. اوكي؟ 100 تكس. 100 تكس على الاربعه يعني بتتكلم في 25 بوينتس. 25 بوينتس يعني المفروض هنا ستوب لوز تبقى 25 تكس ستوب لوز والبروفيت 50. فاحنا ممكن نعدي دي نعملها 2 ستوب لوز هتبقى 25 تكس والبروفيت هيبقى 50 تكس، لازم اتليست 2 تو 1 اتليست. 25 تكس دي على الاربعه يعني هتتكلم 6 بوينت. 6 بوينت في الاي اس يعني بتكلم 350 دولار. اتس فيري ريسكي تريد انك تاخدها. اه الماركت اه بالظبط الماركت دلوقتي حالا لمس واداك الفي 1 مظبوط. فاحنا ممكن نشوف البروجرس التريد دي ماشي ازاي. فاحنا خدنا تريد من هنا بالظبط هيبقى ال 25 تكس ستوب لوس بتاعنا هنا بالظبط هنا والبروفيت بتاعنا هيبقى 50 يعني اولموست مش بالظبط بس يعني اولموست 50. ممكن نتراك التريد. انا بحب دايما اتراك، بحب دايما لما ما باخدش تريد احب اتراك جاست في ماي ريكورد يعني. حتى الان مفيش اي دايركشن شيفت الاب سايد عشان هنعمل بقى تيست الاريا ولا الكلام ده خالص. مفيش اي دايركشن شيفت، بس لو الماركت حالا اداني دايركشن شيفت الاب سايد واداني البابل سبيس طبعا هناخد تيست تريد على هنا وتبقى فيري فيري بروفيتبل تريد لو خدناها، لانها هتبقى الريسك الواب بتاعها عالي جدا. يعني شايفين مثلا هنا كام بوينت كام تكس؟ بتتكلموا في 98 تكس وهالريسك 22 فاولموست 3 تو 1 25 اولموست 3 تو 1. اوكي فدي بتبقى فيري بروفيتبل تريد. اكشلي حاجه من اولموست 4 تو 1 لو خدنا التريد دي اللي هي لو خدنا تيست تريد. بس حتى الان الماركت عم بيهزيتيت لا وصل للستوب لوز ولا وصل للبروفيت تارجت. اوكي
good. Still hesitation. لو خدتوا بالكم الماركت بالظبط زي ما قلت لكم بيعمل هيسيتيشن على الاريا او على البيفت. طبعا موضوع ان انت تاخد التريدز زي ما انا بعملها دلوقتي حالا، انا مثلا لو مثلا في سبورت قريب من الميدل باند فشايف ريسك تريد ما باخدهاش، اتس اب تو يو. انت ممكن تقول اوكي انا مش هعمل كده، انا هاخد اي تريدز اديتني سيجنال، اي دونت كير بقى اباوت سبورت ريزيستنس، ويتش از فاين على فكره. يعني لو انت اهم حاجه بس انت تكيب دوينج ات، يعني ما تقعدش تقول اوكي انا التريد دي انا شايف سبورت فمش هاخدها، التريد الثانيه لا انا هاخدها، يو كان دو ذات. ما ينفعش تشيري بيك، بيك سمثينج دو ات اول ذا تايم. انا بالنسبه لي لما بشوف تريد زي كده مثلا شايف سبورت فيري اوبفيوس وقريب جدا قريب جدا من الميدل باند، معنى كده انا ممكن بريجكت البرايس. طب اخد التريد دي ام نوت جونا تيك ات، بعملها كده اول ذا تايم. لو شايف في ترند لاين مثلا قريب او شايف اي في حاجه ممكن عقبه قصاد الفكره كلها، انا بشوف هل في عقبه قصاد التارجت بتاعي ولا هنا في عقبه، هي العقبه فيري اوبفيوس انا مش هاخدها. مش معنى كده انا ممكن ما توصلش البروفيت، ممكن، بس انا بالنسبه لي لا. في ناس يو دونت كير، يقول لك انا باخد سيجنال زي ما هي، دونت كير اذا كان في عقبه ما فيش، وبيعملها كل مره. بس في الاخر تلاقي انت ممكن برضه تكسب تريدز انا بخسرها او ما باخدهاش، يعني انا باخد يعني ما باخدهاش بتكسبها والعكس. فهي في الاخر ممكن تكون في الاخر بتبريك ايف، يعني بتساوي بيني وبينك. المهم ان انت تستيك مع حاجه واحده بس، دي كل الفكره. الماركت طبعا وصل لحد طبعا انت لو انت في التريد دي حالا المفروض انك تبتدي تفكر تريديوس الريسك، لان شايف الماركت وصل لحد هنا وعمل كل باونس اب باك. فانا لو انا واخد التريد دي حالا انا هبتدي تريديوس الريسك بتاعي مثلا 2 تكس حد لاست بيفت ده كده مثلا، يبقى 3 تكس او 4 تكس ستوب لوز بالنسبه لي، لان انا خلاص الماركت راح تيست الاريا دي كذا مره واداني كل ده ورجع تاني. فانا بالنسبه لي ممكن ابتدي اموف ماي ستوب لوز لحد كده خلاص، سيب التريد بقى ودون موف اني ثينج ايلس خلاص، يو دان. يا اما تهد بروفيت تارجت يا اما تهد ستوب لوز بس كده. ولو خسرت يبقى فيري ستوب لوز فيري ستوب، يعني حوالي 3 تكس 4 تكس. لو بتريد 1 كونتراكت بتتكلم في حوالي $50 نو بيج ديل. واضح ان فيها ريجكشن جامد قوي، مش عارف ليه الاريا دي بالذات. ايه دي اصلا، ايه دي فيها ايه؟ انا مش فاهم برضه، عايز اعرف الاريا دي حكايتها. الماركت شكله رايح في ان اور دايركشن في التريد دي. ليتس سي اجين. في الحاله انت ممكن تو موف يور ستوب لوز عند سوري وان سكند، ممكن تموف يور ستوب لوز اد بريك ايفن. خلاص بقى كده انت ايه، تريد راح يور فيفر، ما تحولش بقى وينج تريد تو لوزنج تريد، خلاص موف تو بريك ايفن وخلاص سيبها بقى. جت هيت البروفيت وقال لك ايه، ليه ما اخدش، ليه ما اعملش كلوز البوزيشن هنا واخرج وخلاص، ما خدت بروفيت اهو. فيري باد هابت، فيري باد هابت، ايفر ايفر كلوز ذا تريد بالطريقه دي ابدا. لان انت خلاص عقلك هيبتدي بقى ايه، احنا تاني في التريننج احنا عايزين نبقى ندرب عقلنا نبقى ماشيين. لو انت سبت لعقلك انه ياخد القرار في التريد هتخرج من ويننج تريد وهتقفل تريد وينرز وهتخرج وهتكمل في لوزنج تريد، خلاص الموضوع بقى خلبطيطه بقى باب، يعني ما بقاش تريدنج بقى جامبلينج. فلو انت في التريننج بلان بتاعك تقول اوكي انا لو الماركت مثلا راح ان فيفر مثلا ماي فيفر مثلا 40 تكس لسه مثلا 50، لو راح ماي فيفر مثلا اولموست 30 تكس هموف تو بريك ايفن وخلاص ام دان.
مش هعمل حاجه تاني خلاص، لان انا عايز اكسب 1 تو 2، عايز اكسب لما ريسك، لما ريسك، ودي الفكره على فكره، لما ريسك 25 تيكس واكسب 50 كده 1 تو 2. معنى كده انا لو خسرت 2 تريدز اون ذا رو اتس اوكي، كان 1 تريد كان اعمل كان ميك ات اب. لكن لو انت مع كل تريد 10 تيكس وخرجت، 15 تيكس وخرجت، 1 تريد تخسرها هتعود هتخسر كل اللي عملته في 3 تريد، فده مش هيبقى بروفيتبل تريدز خالص بالنسبه لك. فدايما خليك دايما 2 تو 1، ما تخرجش من التريد نهائي الا لو 2 تو 1 او بريك ايفن. That's it. او ستوب لوز بقى خلاص. شوف الماركت رايح خلاص، الماركت تقريبا خلاص هيت الاول تارجت على فكره اولموست يعني باي ذا تك. طبعا خد بالك يا جماعه الحته دي بقى فيري ريسكي، يعني ممكن ده اعتقد هو خلاص هيت اول تارجت كده، الماركت هيت اول تارجت، بعد كده المفروض انت خدت 50 تكس. انا طبعا التريد دي ما خدتهاش، لو حد خد التريد دي يبقى خد 50 تكس which is very good trade، بس بالنسبه لي انا against my rules. هاد دلوقتي nothing much. طب عايز تقول لي كده انت ليه ميكس ما بين الفيو 1 في 2 برايس اكشن؟ زي ما قلت دلوقتي حاليا الماركت وان دايركشن، مفيش اي دايركشن شيفت، وفي تريد بتجي لي في 1 في 2 ما اخدهاش ليه؟ طيب واي نوت يعني، لما الماركت يعمل دايركشن شيفت يديني بابل سبيس ممكن اخد تيست تريد، والحقيقه انا مستنيها انها تبقى فيري جود تريد. اوكي خدتوا بالكم الماركت بيرسبكت سبورت ازاي؟ بصوا المنظر باي ذا تيك. Still nothing much. حتى لسه مش هنجيلي برضه، لسه الماركت باونس باك على السبورت ده. هو في بيج سيل اوف لا
نعرف الحالة دي احنا بس just wait ما can do anything just wait. كده مثلا بحب دايما ال RTY in the morning لانها زي ما قلت 15 minutes بعمل فيها اللي انا عايزه I'm done. I don't need to stare at the chart the whole day like this بس. Our stretch is very good. لو استيك معاها. Still nothing much. أنا متوقع المركز هو تراكم بطيء أمد جدا. Nothing much. لو يا جماعه دلوقتي في الماركت لو جه هنا تاني تيست الميدل باند مع تاتش السبورت ممكن يبقى فيري جود تريد. فلو حد عايز ياخد تريد دي اتس اوكي بس تاني هيبقى عندنا سبورت في نفس القصه هنا في حوالي تقريبا 40 تكس بس اتس فاين وكان تو 40 تو 20 وكان نعمل ممكن مثلا 40 تكس تو 20 تكس اتس فاين. نفس دعم الماركت مع البيفت الاوريجي بيعملوها هنا بالظبط نفس الفكره لو انتوا خدتوا بالكم يجو باون تيستد ريتستد اند داون باك هيعمل نفس القصه يطلع اب تيستد جو داون ريتستد باونس باك نفس القصه دي زي ما قلنا كده دي ماوس ترابس كل ده كل دي ماوس ترابس ماوس ترابس ماوس ترابس هيطلع حاله تيستد اجين فوق بعدين ينزل تحت ريتستد ويكمل باك.
انا فاكر في مره كنت بتريد اي اس قعدت حتى 11 ونص مفيش تريد مش تريد اصلا يعني لا في 1 ولا في الماركت بس يعني وان دايركشن بتحصل حاجات ثانيه مهمه يا جماعه لما وانت بتتريد انت قاعد مستني السيت اب مش قاعد مستني انك تريد وخلاص يعني لازم انا لازم اتريد فين التريد لا اوكي انت مش انت تريد لو انت قاعد النهارده ما جالكش سيت اب خلاص مفيش تريد جالك سيت اب تاخد تريد ما تحاولش تكونفنس يور سيلف انا لازم اخد تريد الفلانيه نو يور سيت اب فين جالك السيت اب تيكت ما جالكش خالص ممكن تفكروا في 2 شورت هنا بس يعني بالستوب لوس فوق السبورت طبعا ونحاول ناخد البروفيت على برضه 2 تو 1 نشوف اول نقطة هيعمل ايه الاول It's not too much. Stand more than nothing much. That could be moved very slow. ممكن ناخد فكر في V2 short دلوقتي. Why not? Let's do it. Order submitted. نحطها بس one tick تحت الميدل باند. Let's see. بس تاني برضه يا جماعه انا بالنسبه لي 24 ticks لحد resistance فدي against my rules. Okay. This is against my rules. مش معنى كده ان انت تفولو ماي رولز في دي. بدليل ان تري ورك بيرفكتلي. اوكي؟ بس انا هاخدها على السم عشان ايه الفول اوف معاكم يعني انا بالنسبه لي مش هاخدها على الريال تايم عشان دي against my rules. انا عايز بريك التريد الميدل باند
يبريك سبورت ريزيستنس اخده عليها زي ما كان حصل هنا بس ما جاتش الدنيا. بس بالنسبه لي دلوقتي this is against my rule لان very close to support resistance انا مش هاخد دي طبعا او هاخد على السم عشان for training purposes. بس انت لو انت الرولز بتقول I don't care about support resistance as long as I get the signal I take the trade do it. حرك بس شوية ومنتج تحت البلبان not too much. برضه هتلاقي انه مش هيها جديده. انا اعتقد هكيب النهارده لحد الساعه 10:30 انف لان الماركت النهارده بطيء جدا جدا. طبعا في الحالات العاديه بعد ان شاء الله بيبقى الروم يوم 5 يناير ان شاء الله اوفيشال يعني. طبعا النهارده حاجه زي ديمو كده للروم لكن يوم 5 يناير ان شاء الله هنبتدي ناخد الروم لتريد لحد الساعه 11 اتليست. لو الماركت فيري جود يعني ممكن كمان 10:30 بس هيبقى 11 اتليست.
Market very slow, very, very slow. Oh, 1 second, guys. Oh my God. Oh my God. See, I didn't. It's like by the tick, I forgot to move it. طبعا لو حد واخد مركز مع التريد دي المفروض هو يكون حاليا خد التريد خلاص، يعني هي يعني يا دوب لمست باي ذا تيك، بس لا اعتقد لسه. هنشوف. Filled. Any trade? Let's see. طبعا يا جماعه honestly I don't feel good about this trade because this is not my trade. I'm telling you against my rules. And if you support هنا plus ان هو already عمل big move downside and again downside this is the 1 2 3 the fourth time. وعلى فكره دايما يعني دايما انا بحب اخد trade view on V2 لما يكون مثلا first time or second time. دي fourth time ف It's not the best trade. But let's see. And I'm going to have Danny for training purposes. Okay. انا خدت بالك وانا دايما ما بحبش اشوف البي ان ال بس ممكن نشغله واي نوت ممكن نشغل البي ان ال نخليه مثلا بحب اشوف بوينتس بحب اشوف فلوس دايما انا بتعامل بفلوس بتخليك يعني بوينتس احسن فعملتي اوريدي ان بروفيت في 1.25 تيك ذا تريد از ات از أنا لو ماركت جو داون ماي فيفر لحد هنا مثلا هموف ستوب لوز لعند السبورت ده لو حصل ما حصلش خالص خدتوا بالكم نفس اللي عمل بالظبط الماركت تيست الاريا طلع بوقت عشان كده عشان كده ما بحبش اخد تريدز دي لو انتوا خدتوا بالكم الماركت بالظبط لمس الاريا باي ذا تيك اند باونس باك اب عشان كده ذيس نوت ماي فيفرت ما حصلش هنا اوكي لما خدنا اول تريد ما حصلش بس تاني انا بقول انت ممكن تاخد تريدز دي كلها فتكسب دي
وتخسر دي مثلا، وانا ممكن اتفادى دي فما اخدهاش. ايه الفكره؟ اهم حاجه تستيك ودي الرولز يعني. طبعا في حاله زي كده انت لو شفت الماركت خلاص اوريدي عدى الميدل باند وعمل بابل سبيس واداك السيجنال في التيست تريد، اخرج من التريد دي فورا وخد تيست تريد. لان واضح ان الماركت مش هيجو داون يعني، واضح يعني ممكن جدا يجو داون اتس اوكي، بس انا مستني تيست تريد اكتر من الفي 1 وفي 2 وفي 3، لان دي هتبقى فيري هاي بروبابيلتي تريد، فيري هاي بروبابيلتي تريد، وفي نفس الوقت هتبقى يعني ريسك روابط عالي جدا. يعني لو بصينا هنا نلاقي تقريبا 136 تكس والريسك مثلا 25 تكس، فبتتكلم في 4 to 1 تريد. استني ليتس سي. خلاص الماركت اولموست هيطلع ستوب لوس اولموست 2 بوينت دلوقتي. طبعا المفروض دي انا حتى الان لسه ما عنديش حتى تريد، ما ادريش بوكل سبيس، بس احنا كده لو خرجنا من التريد دي هنستنى بقى ان يعمل ريتست الاريا، تيست الميدل باند وناخد تيست تريد لحد هنا. بس طبعا لو انتوا خدتوا بالكم ممكن جدا تقول اوكي طب انا ليه ما تبقاش دي الاريا؟ يعني لان الماركت من الساعه 9 الصبح هو اوريدي داون سايد، فممكن تكون دي الاريا، واخد بالك؟ دي الاريا مش دي، دي الاريا. وانت مستني ان يجو يعمل بيفت ويجو يعمل تيست ريتيست الاريا دي تاني. والاثنين صح، الاثنين صح، لان الاريا دي مساحه نص الفجر. مش معنى كده ممكن الماركت ممكن ما يعملش اب تيست الاريا تاني، ممكن يعملها وممكن يدس الاريا دي هنا تاني على حسب مش الماركت هيحصل ايه. فهي ديبندز على حسب رؤيتك للماركت. انا شايف ان الماركت سايد واي يعني، فممكن يعمل اي حاجه. هو مستحيل ستوب لوس stop filled. يلا فدلوقتي احنا ممكن نفكر احنا ناخد تيست تريد هنا. انا اداني بابل سبيس ولا لسه؟ اداني بابل سبيس، اداني بابل سبيس تقريبا. انا محتاج انذر بار كونفرميشن عشان تبقى كلير. هنا لو البار ده نزل هنا هتبقى فيري تايت، مفيش بابل سبيس هنا. انا محتاج 1 بار كونفرميشن.
طبعا تاني انت ممكن تكونسيدر دي از اريا، بس البيست براكتس في ماي اوبينيون يعني ان تحاول تركز على الفريش ارياز، على الفريش ارياز اللي هي جايه بعد 9 الصبح، عشان يبقى الموضوع يبقى اوبفيوس ويبقى انت عارف بتعمل ايه. فالاريا دي بتاعت 9 الصبح ممكن اشتغل عليها، ناخد تيست تريد عليها، او عايز تستنى تقول اوكي مفيش اريا حصلت، الماركت 9 الصبح عمل دي، يبقى دي الاريا بتاعتي، يبقى انا عندي الاريا دي بس بشتغل عليها، هي دي. هذه الاريا بتاعتي، وانا مستني الماركت يعمل لي بيفت وينزل واخد هنا التست اريا، تيست الاريا دي. واضح حتى ان الماركت هيجو تيست الاريا دي. بس طبعا انا شايف ان الماركت صعب قوي ان يجو من هنا دلوقتي اللي حصل من الصبح ده، ان هو يجو 10 حوالي 100 تيكس تاني ان يجو هنا، يعني بالشوبي ماركت ده هتبقى صعبه قوي. فانا هاخد الاريا دي، هتعامل مع الاريا دي بس مش معني، لان دي اكتر فريش، اكتر اريا فريش الاريا. وتاني احنا قلنا بتعامل مع سترونج اوفر اول مومنتم، فانت لو بصيت كده هتلاقي ايه السترونج اوفر مومنتم هنا، داون اب داون مش اب. فبالتالي لو اتعاملنا مع دي انها اريا، لا لان دي مش المومنتم مش اب داون، فاحنا هنتعامل مع الاريا دي انها سترونج اوفر داون سايد، ماركت جو فروم ذا اريا، دايركشن شيفت، هينزل هيعمل بيفت، ينزل يديني البابل سبيس، وناخد تيست اريا، ناخد تيست اريا. فاعتقد النهارده كفايه كده از ديمو يعني. طبعا قلنا تاني من اول يوم ان شاء الله، من اول يوم الخمسه يعني هتلعب الديمو ده كل يوم لحد 5 يناير، ومن 5 يناير تبتدي بقى اللايف تريدنج، ومفروض هتشوفه في الليسنز الموجوده في التريدنج روم، ايه الرولز بتاعه الار تي واي تريد هناخدها ازاي، وايه الاستراتيجي بتاعتنا وهكذا، وبرده شويه تريكس انك ازاي تاخد تريدز معانا في الروم. اوكي اشوفكم ان شاء الله بكره باذن الله. One second.